صلى الله على نبينا محمد وعلى نبينا آله وصحبه أجمعين. نبينا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء كقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم ونظرائه، وتارة يأتي بأن وما عملت فيه كقوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقوله في ضد هؤلاء: إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما لكان خيرا لهم. الجملة في القرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء. الصوت واضح يا أخوان؟ تفضل أكمل. وفي ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمر على الأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل انتفع بها غاية النفع، ولم يتكل على القدر جهلا منه وعجزا وتفريطا وإضاعة، فيكون توكل عجزا وعجزه توكلا. بل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر ويدفع القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن لإنسان يعيش إلا بذلك. فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. هكذا من وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا وما يضاده سواء، فرب الدارين واحد وحكمته واحدة، لا يناقض بعضها بعضا ولا يبطل بعضها بعضا. بعضها المسألة ولا يبطل بعضها ولا يبطل بعضها بعضا. فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، والله المستعان. لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاح. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم، وما جربه في نفسه وغيره، وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الشر والخير جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة فإنها شقيقة القرآن، وهي الوحي الثاني، وانصرف إليهما عنايته واكتفى بهما عن غيرهما، وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته،
طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة ورأيت تفاصيل ما أخبر الله به ووعد الله ووعد به ما أخبر الله ما أخبر الله به ووعد به وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق وأن الرسول حق وأن الله ينجز وعده لا محالة. في التاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. فصل. والأمر الثاني أي نقف هنا شهر ولا نكمل؟ أكمل أكمل مصلاح. أكمل فصل, فصل. أكمل فصل, فصل. مغالطة النفس حول الأسباب. والأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب, وهذا من أهم الأمور, فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرة ولابد, ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة, وبالتسويف بالتوبة تارة, وبالاستغفار باللسان تارة, وبفعل المندوبات تارة, وبالعلم تارة, وبالاحتجاج بالقدر تارة, وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء والاقتداء بالأكابر تارة. وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال استغفر الله زال أثر الذنب وراح هذا بهذا. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه, أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه, كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. وقال لآخر من أهل مكة, نحن أحدنا إذا فعل ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محي عنه ذلك. وقال لآخر قد صح عن النبي صلى الله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي فغفر له, ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي فغفر له. عندك النسخة مكتوب, النسخة اللي عندك مكتوب فاغفره لي ولا فاغفر لي؟ فاغفره لي. نعم, حتى في النسخ فاغفر لي وفاغفره لي. أكمل. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال أي رب أصبت ذنبا تغفره لي. الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويأخذ به, قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. قال وأنا لا أشك أن لي ربا سيغفر الذنب ويأخذ به. وهذا الناس قد تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه, وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب, كقول بعضهم وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. إذا كان القدوم على كريم. صوت مشوش شيخ ما واضح. طيب إذا كان القدوم على كريم هكذا تسمعني؟ صوت مشوش شيخ.
هكذا تسمعني؟ إذا كان القدوم على كريم. نعم تفضل. عندي هنا كسر. لا لا بأس تفضل. قول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. وقول الآخر: وترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار لها. وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق، والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. ومنهم من اغتر بآبائه وأسلافه يغتر وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا، فلا يدعون أن يخلصوا كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تاهبوا لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفطعم خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه، وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا، ورحمته له لا ينقص من ملكه شيئا، فيقول: أنا مضطر إلى رحمته، وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، الله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا، والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأطلاقه من نصوص القرآن والسنة، فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قول الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قالوا: وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته. وهذا من أقبح الجهل وأبين الكذب عليه، فإنه يرضى بما يرضي ربه عز وجل، والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر، فحاشا رسول أن لا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. وكاتكال بعضهم على قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها. ولا خلاف في أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر كل ذنب للتائب أي ذنب كان. ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها وأحاديث إخراج القوم من الموحدين من النار بالشفاعة. وهذا إنما أتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين، وفي سورة النساء خصص وقيد، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دون. ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره، وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى:
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فيقول كرمه، وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر بالجد، وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان الغرور ونفسه الأمار بالسوء الغرور وإنما غره وإنما الغرور وإنما غره بربه الغرور وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله هواه. وأتى سبحانه بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به، وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله تعالى أعدت للكافرين، ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى أول نار فأنذرتكم نارا تلظى وهو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم، ولو كانت جميع جهنم جميعا فهو سبحانه جميعا ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا يدخلها، بل قال لا يصلاها إلا الأشقى، فلا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، صليها إن الصلي صليها صليها فلا يلزم من عدم صليها عدم دخولها، فإن الصلي أخص من الدخول. الله يزكى. ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام. إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبها. أي يجنبها. أو أن يجنبها. وما قوله في النار أعدت للكافرين؟ فقد قال في الجنة أعدت للمتقين، ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن تكون الفساق والظلم، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ولم يعمل خيرا قط. حسبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن ولا. وهذه قراءة في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. وكما قلنا هذا سؤال قدم إليه فألف فيه كتابا، وقدم لشيخه شيخ الإسلام بن تيمية فأجابه في صفحة واحدة في جامع المسائل المطبوع له بتحقيق الدكتور العمران تحت إشراف الشيخ بكر أبو زيد. وعلى كل فوالله يا أخوان الكلام الذي سمعناه آنفا كلام يكتب بماء القلب والعيون. لماذا؟ لأن هذا هو غالب ما ينشر الآن في الواتس. يقول لك يا أخي الله ما خلقنا عشان يعذبنا، الله عز وجل رحمته واسعة، أنا لو أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة خلاص تغفر ذنوبي وإن كانت مثل زبد البحر، أنا أروح أسوي عمرة خلاص وتغفر ذنوبي ولا شيء علي ولا أطالب بهذه الأشياء، والله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور التي ذكرها ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 51 و700. وكأنه سبحان الله يعني ماثل بيننا الآن، سبحان الله العظيم أيها الكرام الفضلاء، يتحدث بما فعلا فيه الناس الآن. ولذلك يقع مثل هذه الأشياء حتى ممن له أثارة من العلم
ولذلك هو قال: وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه. يعني تقع مثل هذه الشبهات عند بعض الناس أيضا منه، ولذلك هذا باب مهم جدا، وهو باب مغالطة النفس أيها الكرام الفضلاء في مسألة الأسباب، مغالطة النفس في مسألة الأسباب. ولذلك مر معنا نحن في كتاب التوحيد لما كنا نتكلم عن هذه المسألة، يعني هذه الأمور التي يقع فيها الناس في مسائل مغالطة في التوحيد، هذه مسائل مهمة جدا ينبغي الإنسان أن يفهم فيها. ولذلك ما أجمل ما كان سفيان يقول إن إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص. فلا تسطح الأمور بهذه الصورة. إنسان يأتي بالموبقات ثم يقول لك أنا خلاص أقول سبحان الله بحمد 100 مرة تغفر ذنوبي إن كانت مثل زبد البحر. إذن أين التوبة يا أخي؟ أين التوبة؟ أين الأوبة؟ أين الإقلاع من هذا الذنب الذي أنت فيه؟ نعم الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، لكن ماذا قال؟ قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. يعني للإنسان المتقي الذي يجعل بينه وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية. حتى أهل البدع لما يأتون ويتكلمون في سعة رحمة الله ما يذكرون بقية الآية. ربنا قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولذلك ننتبه لمثل هذا. هذا باب مهم جدا أيها الكرام الفضلاء، وكلام ماتع وكلام جميل، أن الإنسان يحذر مغالطة النفس حول الأسباب، إذ لا بد من التوبة والإقلاع عن الذنوب. ونسأل الله عز وجل ولكم أن يجنبنا الزلل وسيء القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.